يعني 17 آدمي باركين بهالخيمة، ما بي إمكانيات يعني نروح نشتري خيمة، يعني وضع سيء لآخر درجة. نحن يا ابني من منطقة أبظو نازحين، صار لنا سنتين باركين أنا وولادي ونسوانهم، عندي اثنين مجوزين باركين بهالخيمتين، وحدة مسوينها مطبخ وحدة باركين بيها كل العيلة. نشتغل يوم ننزل أنا والبنات، ولادي ما كانوا هون، كانوا بتركيا، اجوا صرنا نشتغل أنا وياهم، نهارا نشتغل ناكل، نهارا ما نشتغل ما في شيء. أخذنا يعني كرت من الزراعة وأخذنا الشراكة نحن وهالجماعة، زرعنا فاصولية، زرعنا فليفلة بندورة بيسقونها الأولاد وإحنا نروح نشتغل بيها. كانهم هم بتركيا جمهين، صرنا نشتغل تساعد أنا وياهم، وخذينا شقفة الأرض وصرنا نشتغل أنا وياهم. والله نعتمد على حالنا، وأخذنا شركة ويعني بدنا نعيش، الوضع صعبة يعني إيش بدنا نسوي؟ أخذنا أرض شراكة وبدنا نشتغل كل يوم، نجي أنا وأخوتي وعم نشتغل بهالأرض، عم نسقي وبنسوي البندورة، بندير بالنا على الخضرة، يعني هاي شغلتنا، بناخذ خضرتنا كمان، بنطالع خضرتنا كمان منها، إيه بخف عنا المصروف شوي، والحمد لله ماشي الحال، مستوره.